انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها سيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب اكثر من مليون مسيحي في مصر مليون ومئة وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هتركها مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي مزعلني ان بالفيديوهات بتاعتكوا بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خير. زمان كانت الأفكار عن النظافة والطهارة الجسد مختلفة تماما عن دلوقتي. في أجزاء من تاريخ المسيحية كانوا شايفين أن وساخة الجسد علامة على القداسة والتقوى، وكانوا بيعتقدوا ان الاستحمام ممكن يبعد المؤمنين عن ربنا. في هذا الفيديو سنستعرض الاسس اللاهوتية والفلسفية التي دعمت فكرة ان القذارة الجسدية قد تكون بمثابة رمز للنقاء الروحي والتقرب الى الله عند المسيحيين. القديس أثناسيوس كان بيقول ان الاستحمام عادة قبيحة مستهجنة لا توافق الاداب. نقرأ في كتاب تاريخ الأمة القبطية وكنيستها صفحة 275. كذا أثناسيوس كان يقول أن الاستحمام عادة قبيحة مستهجنة لا توافق الأداب، فلذلك صارت أجسام أولئك الرهبان السذج في حالة من القذارة والوساخة تشمئز منها نفوس صبيان الأزقة في البلاد المتمدنة، وهم كانوا يحسبون هذه الوساخة علامة على الزهد والتقوى وإشارة للبر والقداسة، ولو اقتصر الأمر على وساخة الجسم لكان الضرر سهلا هينا، بل تعداه إلى وساخة العقول أيضا. الكثير من الرهبان المصريين كانوا يحتقرون العلوم الدنيوية ويرون أن النظافة لا تتفق مع الإيمان. في كتاب قصة الحضارة للمؤلف ويل ديورانت يقول في صفحة 122، على أن كثيرين من الرهبان المصريين كانوا أميين يحتقرون العلوم الدنيوية ويرون أنها غرور باطل، ومنهم من كان يرى أن النظافة لا تتفق مع الإيمان. وقد أبت العذراء سيلفيا أن تغسل أي جزء من جسدها عدا أصابعها، وكان في أحد الأديرة النسائية 130 راهبة لم تستحم واحدة منهن قط أو تغسل قدميها، لكن الرهبان أنسوا إلى الماء حوالي آخر القرن الرابع، وسخر الأب إسكندر من هذا الانحطاط، فأخذ يحن إلى تلك الأيام التي لم يكن فيها الرهبان يغسلون وجوههم قط. كما أن المسيحية الأرثوذكسية قالت بأن جميع جوانب الجسد ينبغي لعنها. فقد ورد في كتاب الجانب المظلم في التاريخ المسيحي صفحة 57 نص يقول: وعلمت المسيحية الأرثوذكسية وبشرت وقالت بأن جميع جوانب الجسد ينبغي لعنها، ولذلك شجعت على عدم الاغتسال بقدر الإمكان، واختفت المراحيض والأنابيب داخل البيوت، وصارت الأمراض شائعة وموجودة دوما. الغريب في الأمر أن الكنيسة كانت أصدرت تحريما واضحا بعدم الاستحمام إلا في الزواج أو حالة المرض الشديد، وكان هذا بسبب أنهم كانوا يعتقدون أن الماء مضر جدا ويسبب مشاكل صحية، وكانوا يعتقدون أن الأطفال يجب أن يبتعدوا عن الماء حتى لا يصابوا بهشاشة العظام. المسيحيين في أوروبا ما كانوش بيستحموا إلا مرة أو مرتين في السنة. يقول مؤلف كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، فضل العرب على أوروبا صفحة 54، إنهم لا ينظفون أنفسهم ولا يستحمون إلا مرة أو مرتين في السنة بالماء البارد،
وأما ثيابهم فإنهم لا يغسلونها بعد أن يرتدوها حتى تصبح خرقا بالية مهلهلة، ذلك أنه بعد أن علم أساتذة العفة والطهارة الجرمان كيف يخجلون وكيف يرون في الجسم العاري جرثومة الشر والغواية وأساس الجشع والرذيلة، وأصبح الاستحمام والنظافة بل وتعرية الجسم في ظلام الغرفة الصغيرة الخاصة أصبح كل هذا يحمل طابع المعصية بنفس الدرجة التي أصبحت فيها العفة تقاس بدرجة القذارة. كانت النساء في أوروبا القديمة يقومون باستخدام العطور بكثرة من أجل محاولة إخفاء رائحتهم الكريهة. يقول ساندرو ماري في كتابه أن مبعوث روسيا وصف ملك فرنسا لويس الرابع بأن رائحته أقدر من الحيوان البري، والجواري لدى الملك كانوا يقومون بنقع أنفسهم في حوض من العطر حتى لا يضطرون إلى استخدام الماء، وكان أكثرهم نظافة من يقوم بالاستحمام مرتين في عمره. كان مسيحي العصور الوسطى ينهون عن النظافة ويعدونها من عمل الوثنيين. يقول المؤلف ستانلي لينبول في كتابه قصة العرب في أسبانيا صفحة 94: وللحمامات شأن كبير في المدن الإسلامية، لأن النظافة عند المسلمين ليست من الإيمان فحسب، بل هي شرط لازم لأداء الصلوات والعبادات عامة، ذلك في حين كان مسيحي العصور الوسطى ينهون عن النظافة ويعدونها من عمل الوثنيين، وكان الرهبان والراهبات يفخرون بقذارتهم، حتى إن راهبة دونت ببعض مذكراتها في صلف وعجب أنها إلى سن 60 لم يمس الماء منها إلا أناملها عندما كانت تغمسها في ماء الكنيسة المقدس. نقول بينما كانت القذارة من مميزات القداسة كان المسلمون شديد الحرص على النظافة، لا يجرؤون أن يقفوا لعبادة ربهم إلا إذا كانوا متطهرين. وحينما عادت أسبانيا إلى الحكم المسيحي أمر فيليب الثاني زوج ماري ملكة إنجلترا بهدم كل الحمامات العامة لأنها من آثار المسلمين. شوارع أوروبا التي تراها اليوم في غاية الجمال والنظافة والنظام كانت أشبه وأقدر بكثير من مجاري الصرف الصحي، حيث كانت شوارع أوروبا تفيض بمخلفات البشر، فكانت المراحيض محرمة لديهم وتعتبر خطيئة، حيث كان الناس يقضون حاجتهم في الشوارع بدون أي حرج، لذلك كان الناس يقفزون في الشوارع فوق الفضلات. ولم يتوقف الأمر عند هذا فقط، فكان يأتي الجزارون ويقومون بذبح الحيوانات في الشارع فيختلط الدماء بفضلات البشر، مما يجعل الأمر يزداد سوءا. وبالطبع هذا الأمر يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة. أوروبا مصدر الأمراض التي انتشرت في العالم في هذا الوقت، وظل الناس يعانون منها لسنوات طويلة. يقول ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة صفحة 118: وكان بعض القديسين المسيحيين يفخرون بأنهم تجنبوا استعمال الماء، على حين فرض على المسلمين الوضوء والتطهر قبل الدخول إلى المسجد أو أداء الصلاة. يذكر الدكتور رؤوف حبيب مدير المتحف القبطي الأسبق في كتابه تاريخ الرهبنة والدائرية في مصر وأثرهما الإنسانية على العالم صفحة 39 أن القديس أنطونيوس لم يغتسل طول حياته الرهبانية أبدا، والقديس يعقوب السرياني ذكر من فضائله ومفاخره أنه لم يدخل الحمام قط في حياته، وكانت إيزابيلا ملكة أسبانيا المسيحية تفتخر بأنها لم تغتسل في حياتها إلا مرتين فقط، مرة يوم ولادتها ومرة يوم عرسها. الملكة الطاغية إيزابيلا الأولى لم تستحم في حياتها إلا مرتين فقط. الملك الإسباني فيليب الثاني، هذا الملك لم يحرم الاستحمام فقط على نفسه بل أيضا منع الاستحمام بشكل نهائي في بلاده. توماس أرنولد مؤلف كتاب الدعوة إلى الإسلام يقول: والقذارة صفة لطهارة الرهبنة،
وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة. في نفس الوقت الذي كان الأوروبيون في غاية القذارة، كان يتميز المسلمون بنظافتهم في الجسد والملبس. بلاد المسلمين كانت شوارعها في غاية النظافة والرقي، ولم يتعلم الأوروبيون النظافة إلا بعد اختلاطهم بالمسلمين من خلال الحروب، حيث اكتشفوا أن الماء ليس مضر، وأن المسلمين يتمتعون بنظافة وصحة أيضا. ومن الأشياء التي كانت محرمة هو الصابون، ولكن بعد أن بدأت تنتشر لديهم النظافة انتشر معها الصابون وأيضا المراحيض. من أهم الشخصيات في التاريخ المسيحي القديس الفرنسي بطرس الناسك، والذي يصفه أحد معاصريه بأن رائحته أشد سوءا من رائحة حماره الذي يركبه. وبكده نكون عرفنا إزاي المسيحية شافت الوساخة إيمان وعفة وتقرب إلى الله، والاستحمام خطيئة وعادة وثنية ويجب محاربتها. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.